الحمد لله بالسلامة. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا. سوري أنا ما قلتش للمدام، كنت مستنيك لما ترجعي عشان أعملها مفاجأة. اتفضلي اتفضلي. أهلا وسهلا. اتفضلي يا فندم. أهلا وسهلا. ها ورجعتي من أمريكا إمتى؟ الدكتور سامي أخويا فاروق كان زميلي في السجن. روحي اعمل قهوة. تعالى بفرجك على بعض. كان المفروض تيجي لوحدك. انت بتشتغل هنا؟ انا صاحب المعرض ده. يعني انت سبت الطب؟ انا شطبت اسمي من سجل الممارسين وكتبته في سجل الموردين. بس احنا تعبنا قوي عشان تبقى دكتور. انا عملت اللي عملته ودخلت السجن. انا مش ناسي اللي عملتيه عشاني. تحبي تاخدي مرتب شهري ولا مبلغ على بعضه؟ انا من رايي تاخدي المبلغ على بعضه. اعملي بيهم مشروع ولما تعوزي حاجه كلميني بالتليفون. التليفون اللي هنا. بتعب قوي في الشغل يا فايزه. اتفضلي. عايزه نصيحتي؟ مفيش داعي تعرفي الاشكال دي. يلا يا فاروق. انا اذنك يا فايزه محتاجه توجد برضو. شاهد صلاح لسه ما خلصتش. ما اقدرش اسلمها لك دلوقتي. ابو الفتوح قال انها خلصت. انا يا فندم اضطريت اقول لصلاح كده لما بعت لنا الجواب. انا متهيألي شفت حضرتك قبل كده. وانا ما افتكرش اني شفتك قبل كده. واثقة من نفسها قوي. قوي. يعني انت فاكرة كل يا سعادة البيه دول بيقابلوا كل ليلة رجالة اشكال والوان. الله يكون في عونهم. يعني اقول لصلاح ان مفيش شقة ولا يحزنوا ولا بلغ البوليس عن تجارتك في السوق السوداء وعن الفراخ الفاسدة. Yeah.